هناك رؤية يظهر أنه عند الإطار التنسيقي أنه يبحث أن تكون كلا الرئاستين تعمل بمبدأ التبعية وليس المشاركة. يعني يراد من أن يكون رئاسة جمهورية ورئاسة النواب شخصيات ضعيفة ليس لديها القدرة على ليس تكون شخصية قيادية، يعني شخصية تبعية. وهذه حقيقة أنا أقول أنه هذا تفكير خاطئ، لأنه مستوى الأزمات اللي الآن قاعد يمر بها البلد مستوى عالي جدا، لا يمكن الإطار التنسيقي وحده أن يواجهه. ولهذا حقيقة يحتاج إلى شريك حقيقي، وخصوصا اليوم القوى السنية لها تأثير حقيقة، لا يعني قد يكون ليس ذاك التأثير الكبير لكنه لديه تأثير على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. وهي للأسف يعني العملية السياسية بنيت على ثلاث أركان، يعني السنة وشيعة وكرد، ليس نظام مواطنة بل هو نظام طوائف. ولهذا حقيقة المستفيد هو حقيقة إن صح التعبير يروج أو يوضح على أنه أنا اليوم إذا كان شريكي ضعيف أنا المستفيد كإطار تنسيقي، لا بالعكس، هو الخاسر الأكبر حقيقة من هذه العملية هو الإطار التنسيقي، بوجود حكومة غير متكامل الأطراف، بوجود برلمان ضعيف جدا، وخاصة هذه اللي حق الدورة جدا ضعيف أضعف من كل الدورات. ولهذا كثير من التشريعات والرقابة الآن مفقودة. هذا حقيقة الأسلوب في إدارة الدولة دليل على فشل ما يسمى بقوة إدارة الدولة. يعني أنت اليوم عندما تدير الدولة أنت بنيت على أساس معين، تدير على أساس المكونات ليس على أساس المواطنة، فكيف أنت اليوم تفقد أحد أركان هذه المكونات وتقول أنا اليوم قاعد أدير إدارة دولة من خلال مجموعة من القوى؟ ولهذا حقيقة الإطار التنسيقي يتوقع أنه هو الرابح من هذا المسألة، لا بالعكس. الموضوع الآخر حقيقة هو يراد أنه يعني جزء كبير من هذا الموضوع هو استهداف السيد الحلبوسي قدر الإمكان لإضعافه ولإخراجه إن صح التعبير من العملية السياسية، وخصوصا بعد خروجه من رئاسة مجلس النواب استطاع أن يحصد أكبر الأصوات في الشارع السني، وأيضا رسالة غير مرغوب فيها من قبل الإطار التنسيقي يراد إزاحته بالكامل. ويتوقع أنه السالم العيساوي سيكون رئيسا لمجلس النواب استهدافا للسيد الحلبي.